تفضلي. اذن حضرتك يا عم. انا دلوقتي لسه في طبعا بلبله لان جوزي لسه مشتت طبعا، وان جوزي بيخاف من الله طبعا، واحب اعرف الناس كلها واعرف ان ملايين الناس اللي بتتفرج عليا ان انا ممكن اكون سبب في حاجه زي ديت، ان بعض الناس وبعض يعني معظم الناس كلها في الحاله بتاعتي دي بالظبط. وبحب اعرف الناس كلها ان انا امام الله وامام بشهاده الشيخ عويضه من اللجنه العليا اللي هو عملها لي، ان انا امام الله مرات دلوقتي زوجه احمد، عشان محدش بس يا جماعه ان هو ياخد فكره وحشه عني. معايا حضرتك؟ طبعا محدش يعني ما يعني انت زوجته، لكن هو ليه بقى هو ليه مشتت ومتردد؟ الشيخ وضر فكره. ما هو متشدد دلوقتي يا فندم، احنا دلوقتي قدام حالتين. يعني انا دلوقتي معايا شيخ احمد كريمه ان هو مش موافق على الطلاق الشفوي لا يقع، واستاذ خير الله يجازيه خير ان هو موافق على ان هو طلع افته. طلع اعذروني يا جماعه. يعني انت وفقا لفتوى الشيخ خالد حياتك صحيحه واستمرارك في الحياة الزوجية صحيح، وفقا لفتوى دكتور أحمد كريمة أنت حياتك ليست صحيحة والطلاق وقع وعليك بحية الدكتور كريمة وعليك أنك يعني عليكما بالانفصال وبالطلاق، يعني لأنه الحياة الزوجية لم تعد صالحة. يعني بس لو الأول أعرف يا مولانا، هل هو طلاق سالس وصريح ولا لا؟ طلاق سالس شفوي. انا عايزه بس احب اوضح بس لحد، انا عايزه بس احب اوضح لحضرتك شوف افاضل احنا مالناش دعوه عايزين نراقب ذنب ما هو ما هو يعني ذنب شيماء واحمد هيبقى في عنق حد. لا هي في عنق انا مش عارف القصه بتاعتهم صراحه. الو طيب اتفضلي يا شيماء. انا بس عايزه حابه اوضح لحضرتكم والساده المشاهدين والساده الشيوخ الموجود عندكم ان انا ضحيه دار الافتاء المصريه، سواء كانت في طنطا، سواء كانت في القاهره، سواء كانت في اسكندريه، سواء في كان اي مكان يا فندم. ما بعد اذنك ما حدش يقاطعني. لا طنطا قالوا لها انت يا فندم ما فيش فرع، انت طالق، ما فيش فروع لدار الافتاء في مصر. لعلها تقصد لجنه الفتوى، ممكن تقول راح لجنه الفتوى للازهر، انما للأزهر دار الافتاء في الدراسه فقط يا فندم. اما انتوا فاتحينها ليه يا فندم؟ يا بنتي في لجان تبع الازهر وتبع الاوقاف. طب انا مسؤوليتي ايه من دار اوقاف ودار انت ما تتهميش بقى دار الافتاء بما ليس فيها. ماشي انا ذنبي ايه يا فندم دلوقتي؟ انا ذنبي ايه حضرتك؟ ازاي؟ ايوه ذنبي ايه لما اكون مثلا انا رايحه انا واحده ما اعرفش ان انا ده المفروض دار افتاء في كل مكان، زي ما بتصل بالدليل مفيش حاجه اسمها دار الافتاء لخبطه. طب الست عايزه تستكمل حياتها الزوجيه، عندها انت ابن بنتك ولا ابنك كام سنه يا شيخ؟ ابني يا فندم عنده 3 سنين ونص. ابنها 3 سنين ونص، بيت هيضيع، اسره هتتمزق، هتتبعصر، تذهب الى دار الافتاء المصريه في الدراسه. يا فندم انا رحت لدار الافتاء شخصيا وقابلت الشيخ عويضه شخصيا، عملي لجنه فتوى راحت بعد كده. خلاص اعملي بما قالته لك دار الافتاء المصريه، هم قالوا لها يا شيخ خالد ان حياتها صحيحه، ان انا جوازي حلال، انا جوازي حلال منه يا فندم. عشان انت حضرتك انت قلت لي على جوزي ان هو جوز يعني جوزي ما اعترفش بيه، انا جوزي اعترفت، الشيخ عويض ان اعترف ان ده جوزي امام الله. الشيخ عويض في دار الافتاء على فكره. ايوه نعم، رجل من العلماء. انت معايا حضرتك؟ راجل نعم. محترم. طب ما هو افتلها بالصحه يا شيخ. ما هو ما هي شايفه ان فتواك جعلت احمد خلت احمد مش عايز يستمر معاه في الحياه الزوجيه. انا هجيب لك المساله. اه القول قول دار الافتاء المصريه فهي ترفع الخلاف. انا رايي فرد صواب وخطا ما شاء الله، انما اذا ذهبت الى هيئه معتمده في الدوله دار الافتاء المصرية